بين الابن والاب يعني، لحد محمد انت بتقول ما بتستحملش، انت حتى قاعد تشغل نفسك وانت مش عايز انا تسمع قاعد اعلي الاغنيه، صوتي عمال بتعلي بزعق هنا صوتك في اي حاجه. وبتقول لهم بتتكلم في حاجه تانية يعني. انا عندي الاغنيه دي بالنسبه لنا لما بدانا نتكلم فيها انا وريمون مقتنع بيها 1000000%، بس متاكد مش هقدر اشوفها. يعني لما ايمن جه حتى واحنا قاعدين اتكلمت، يعني انا دوري خلص عند ان انا اطمنت ان الاوديو تمام من ريمون، يعني دي الاغنيه الوحيده اللي انا يمكن يعني انتجتها وما بسمعهاش. فانا وايمن قعدنا نستفز بعض، ان ايمن عنده نفس الحاله بتاعتي برضو مع والده. فقعدت نستوي نقول والحاجات ونفتكر والكلام، فقعدنا نسخن نشحن بعض في الجزئيه دي. انا دور انا مع الاغنيه دي بالذات خلص هنا. يعني لغايه دلوقتي ما ولا تتحمل انك تسمعها ولا في المونتاج ولا في الحلقه، يعني ممكن فاكرني مش بافور، بس فاكرني ان انا خلاص يعني خلاص خدت عليها، يعني خدت على الاغنيه على انها دراما فخلاص هستحملها. فنيجي مثلا احنا قاعدين الحلقه وهي بتتذاع، انا بره المكتب في المونتاج واحنا بنتابع الحلقات قبل ما نسلمها للمحطه، بنتابع عند دي اروح طالع او ممشيها، يعني مش ما بقى يعني تمام. تمام. بتذكرك على طول بالعملاق محمود عبد العزيز، بتذكرنا كلنا، كل واحد عنده، كل ما فيش حد في الدنيا ما عندوش وجع، فبتذكرنا طبعا. كلنا بقى يعني كل في انا يعني مش اول واحد يمر بالتجربه. بس صعبه، يعني صعبه، انا عارف ان هي مهمه دراميا بس صعبه. يا سلام.